الأصفر الكريم. شادي دكور. ما سمعتش. شادي دكور. شادي دكور من وين؟ من ترشيح. من ترشيحة. أهلا وسهلا شادي. طلع أنت في خطر من الآن بقول لك. تعرف ليش؟ ليش؟ بعدين بقول لك بعد الغناء هات من صوتك الجميل هات أسمع. رعبته هيك. لا هو بيعرف إنه ما رعبته. لا سميكوا عبد الحليم. يلا. بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك وإن ما سألتش بيا يبقى كفاية عليا وإن ما سألتش بيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية أحلم بيك أنا بحلم بيك كمان إشي؟ حلو اطلع اطلع اللي وراها بتقدر؟ كمان تقول عالي بتصير عالي دي تعالي كان لازم تزين مظبوط بتصير عالي غير ايش ثاني ايش ثاني لمين بدك تسمع انت اختار شو محضر انت اللي برايحك صمرة يا صمرة مرة في مرة شغلي هواكي شغلي هواكي خلاص انت انقبلت انقبلت مين انا قررت هيك انت حرين وانا انقبلت شادي صوت حنون حلو استحليته أدائك حلو يلا روح مقبول أحسن ما نفيعه علينا بعدين مبروك مبروك استاهل مع السلامة شو قالوا لك؟ قالوا لي نجحت مبروك دي معنا كمان ناجح محاسب يا إشي قلبي يعني إذا بتحسوه بتعرفوا الجوع فيش هجحكي لا سمعين؟ طيب لكان إحنا مبسوطين كمان علشانك وبنتمنى إنك تكمل معنا كل المراحل إن شاء الله سلامي كيف حاسس قبل ما تفوت لجنة التحكيم؟ والله شوي شعور صعب متوتر شوي أو خايف مرحبا أهلا وسهلا أهلين فيك اسمي الكريم سلام سلمان سلمان من؟ الجولان من الغجر جولان يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا الجولان أهلا 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 خد وقتك وأطربنا مشي معي وصلنا على التل الكون كله بغمر وبطلي لك مشي معي وصلنا على تل الكون كله بغمر وبطلي ومين بيقول السما بعيدي بمد ايد بطالها بايده لو كان بدي عالجبل علي ولك طلي وقف ارجع من الاول وخذ وقتك ما تستعجلش لا ما هو بغض النظر تاخذ وقتك او لا نوتات الباص يعني مش رح توصلهم يعني شيء ثاني ممكن اعطينا كمان شوي صغير مش للصول يعني حتى لو لله بدك توصل مش رح توصل يا بترفع الطبقه يا بتغني دغري اغني غني لنا اغنيه سلام غني اغنيه اذا مش حابب يعني موال طيب اوف 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 بس شكرا خلص 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 ها من اول من الاول هيك غني ولسه كمل يلا يلا يا قلبي يا قلبي كل ما عجفني بك مشين روح اسال لي حبايبنا يا يا هي 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 بك مش هيين ولك عسى يا 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 تعود وموفق لك بكم شين من تراب المش عليها لحم هي ماماي 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 شوف
إذا 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 رجعوك من والله شهرين ما خصناش، إذا ما رجعوكوش بنشوفك في الحلقة الثانية. مبروك. ماشي. مبروك. برافو عليك. أهلا وسهلا، الاسم الكريم؟ داليا حبشي. من وين داليا؟ من إكسال. من إكسال، أهلا وسهلا في المرج. أهلا فيك. يا هلا، تفضلي. إيه دي سمعك أغنية غريب الدار لعبد السروجي. من نجاح. غريب الدار عليا جر زمان قاسي وظالمني، غريب الدار عليا جر زمان قاسي وظالمني، مشيت سواح مساوي صباح، مشيت سواح مساوي صباح، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني، أدور عاللي راح مني، غريب 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 الدار، أنا اللي ظهر عداني وباني واشترى فيا وخد أحبابي واداني بدلهم فكري وقاسية، أنا اللي الظهر عداني وباني واشترى فيا وخد أحبابي واداني بدلهم فكري وقاسية، ومين شاف اللي أنا شفته، ومين أسى اللي قاسيته. يعطيك العافية. يعطيك العافية داليا. تفضلوا. أنا مترددة، أنا سامعة صوت يعني فيه فيه حلاوة، بس في لحظات معينة من الغناء تسحلي داليا، يعني ما فيش ثبوت على طبقة الغنائية اللي بتغنيها. بعرفش، أنا مترددة أستاذ محمد، شو رأيك؟ بعرفش كيف. أنا المزبوط موافق إنه اللحن كان في مكان والغناء كان في مكان آخر، للأسف يعني كان في نشاز. أنا مريضة كمان. في إشي حلو بالصوت، يعني نعطيها كمان فرصة دكتور غاوي. شيء شو في ال 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 مقومات صوت موجودة عندك، بس غنيتي وكأنك عم بتسمع درس. أوكي، يجوز إنه لسبب المرض بتروح على البيت تاخدي شاي سخن مرمية، أي شيء سخن، ما فيش شرط لأي نوع من السخن، بترتاح شوي، بتقلل حكي، اعمل شوية تمارين صوتية وبكرة تعالي مرتاحي أكتر وبنسمعك كمان مرة. الله يسهل عليك. شو قالوا لك يا داليا؟ ارجع بكره. ترجع بكره؟ عشان مريضه ومكتوبه. ايه؟ صوته حلو كثير كثير حلو يعني. اشتركت كثير مهرجانات، طلعت ايطاليا غنت، ابوها هنا عمان. جد صوتها بجنن. بس هن قالوا لها بترجع بكره لانه حرايا مريضه. عشان مريضه وصوته هيك. شوي تعبانه شيء. معقول تعبانه متضايقه شوي. بس بكره في كمان اوديشن، في بتقدر تيجي كمان مره، فين قالوا لها تعالي بكره. حسوا بالمرض يعني. شو تعي بكره ولا ليش لا؟ تعي بكره ورجيهم. غني حب بانتظاركم بعد الفاصل، خليكم معنا.